السلام عليكم. والله بدري بدري يا شهر الصيام. انا الحلقه الاخيره دي بتبقى بالنسبه لي يعني ببقى زعلان قوي قوي قوي، ببقى حاسس ان في حد كده قريبي مسافر، حد كده يعني صاحبي غاب شويه، حبيبتي كده يعني خلاص هتتجوز حد تاني مثلا. يعني انا شهر رمضان الكريم ده بالنسبه لي يعني وهو ماشي بيوجعني بيتعبني. انا بالنسبه لي شهر رمضان الكريم وهو بيخلص ببقى زعلان قوي، لان احلى حاجات بحب اعملها في رمضان بعملها في رمضان، ما بين تمرين وما بين حاجات روحانيه ما بين قرب من ربنا سبحانه وتعالى بيبقى اكتر بكتير في رمضان. ولكن هنعمل ايه، شهر في السنه هنستنى ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب بلغنا رمضان سنين كتيره. طيب خلصنا خلصنا، ظبطنا شويه انظمه كده لطيفه، قدرنا نمسك نفسنا شويه، قدرنا نتمرن، قدرنا نحاول ان احنا نمشي على نظام في شهر رمضان. نيجي بقى للعيد والكحك والكلام الجامد قوي. انا باكل كحك في العيد، انا بستنى العيد كل سنه عشان الكحك والشاي باللبن والحاجات اللطيفه دي. ما عندناش اي مشكله خالص، بس من فضلكم يعني لو قدرنا ان احنا ما نكترش. احنا ممكن ناكل مثلا 10 كحكات في اليوم، بس على مدار اليوم انا ممكن كل 3 ساعات اخد لي كحكايه، ممكن كل ساعتين اخد كحكايه. ده بجد انا مش هحرم نفسي، بس في نفس الوقت ما ادخلش كميه كبيره، ما اكلش مثلا نص كيلو كحك مع شويه شاي، ما اخدش مثلا سكر ما اخدش مثلا بسكوت والحاجات الكتيره مع بعض وبتفور وبتاع، لا احنا ناخد كميه صغيره قوي ممكن على مدار اليوم. يعني انا عندي مثلا 3 ايام العيد كل سنه طيبين، انا ممكن كل يوم اكل لي 5-6 كحكات مع كوبايه شاي بلبن، بس على مدار اليوم. سيب ما بينهم فتره ان انت تكون ما بين حاجه وحاجه تكون حرقت حتى شويه. في حاجه اسمها حرق ال 24 ساعه، حرق اللي انا وانا بتكلم وانا بتاع وانا بصلي وانا بتحرك، وانا بتحرك ده حرق. نحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا ما نكترش في الكحك. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعيدها عليكم ايام جميله وكريمه، وربنا يبلغنا كلنا رمضان سنين كتيره، ويبلغنا العيد سنين كتيره، ويلمنا كلنا طول الوقت مع بعض في الخير. شكرا، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله رمضان الجاي نقول كلام حلو جدا، كلام في محله ونقول حل يا حل. سلام عليكم.